انما في مباراه الاهلي والزمالك في لقطه تبين لك بقى الدور الحقيقي للكابتن جوه الملعب. صحيح ان الشناوي هو الكابتن اللي حامل الشاره، لكن ناس كتيره كانت بتقول ان فريق الاهلي في الجيل الحالي بيفتقد الليدر جوه الملعب، بيفتقد القائد اللي بيكلم اللعيبه، اللي بيصح اللعيبه وبيفوق اللعيبه. علي معلول كان ليه لقطه عبقريه، كابتن فاروق جعفر مع الزميل ابراهيم فايق وقف عند اللقطه اللي قال لك دي لقطه بمليون جنيه، نشوفها. هفرجكم على لقطه بمليون جنيه. اللقطه اللي قدام حضراتكم ديت هتختزلكم وتعرفكم ليه الاهلي عمل كده. عنصر الخبره مش ببلاش ولو تمن. ده في الدقيقه 63 يعني بالتحديد، كهربا كان واقع في الارض. اتفرج على علي معلول جري، تعالى يا حمدي، تعالوا يا شباب، تعالوا، بدا يندى على كل اللعيبه، على هاني، على قفشه، اندى اندى، هاتوا، تعالى اللي هناك اللي مش موجود معانا. في الدقيقه 63 تعالوا يا شباب، ها تعالى عبد القادر. تعليمات تقدر تقولها بيوصل حاجه من كولر، تقدر تقولها بيشد من ازر اللعيبه بعد ما سجلوا جول، تقدر تقولها كلام كتير بيحصل ما بين اللعيبه. وطول هاخد من كلام الكابتن شادي لما بيقول لك لو ما بنكلمش بعض في الملعب يبقى في حاجه غلط. بص على علي معلول وانت تعرف دور القياده وتمن الخبره في ارضيه الملعب عامله ازاي. لقطه فعلا بكتر كمان من مليون جنيه. انا عايز اخد بس تعقيبك يا كابتن. ده بنسبه كبيره جدا جدا، ده بعد الهدف الاول وفي الكوره اللي كهربا وقع فيها ومسك الضمه. علي معلول بينادي اللعيبه كلهم، كلهم بيقول لهم على حاجتين. رقم واحد، لا نكتفي بالهدف الاول. هو عنده احساس بنادي الزمالك. واضح ان النادي الاهلي لو ضغط ولو اللعيبه ركزت ممكن يجيبوا الهدف الثاني والثالث، وقد كان. يعني علي هنا بغض النظر عن هو بيقول ايه كلمات، لكن الكلمات دي انا متاكد مليون في الميه وكل الكباتن انها فكره ان المباراه ما انتهتش. ان المباراه 1-0 وحالة نادي الزمالك مش أحسن حاجة. عايزين نكمل تاني، عايزين ندوس تاني. برافو عليك. الخبرة الخبرة هنا. بس الخبرة في إيه يا كابتن فاروق؟ علي معلول، علي معلول غريب قوي يا كابتن وليد، برضه تحس إن هو ده المدرب اللي جوه الملعب. يعني في بيبقى مدرب على الخط ومدرب جوه الملعب، علي معلول هو المدرب اللي جوه الملعب. توقيت الاختيار إن لعيب من الفريق واقع عمر ما كانت. ما هو ده ما هي دي الفكرة، إنه الخبرة ليها تمن والقيادة ليها تمن. ما هو فيش ناوي كابتن الفرقة وفي ارض الملعب برضه قدام شويه هيبقى فيه علي معلول. هو مش محتاج للشناوي، محتاج يكلم المجموعه، محتاج يتكلم مع المجموعه دي. صح. اللقطه دي تلخص لك حاجات كتيره. طيب دي لقطه بمليون جنيه بتدل على حاجه يا استاذ ابراهيم. بتدل على مش بس فكره القياده اللي هي فعلا بتشاور على فكره القياده وقيمه واحد زي كابتن علي معلول كبير من كبراء الفرقه. وانه لما يقول تعالوا يجوا جري، دي قيمه الكابتن. ولكن هو جاي منين؟ من جنب الخط. اشعر لان هو ابراهيم فايق قال جمله كده في خطف بس فيها جزء من الحقيقه. تقول بقى قياده، تقول تعليمات من كولر بينقلها، ممكن يبقوا الاثنين وهي الاثنين. لان 1-0 والجول ما تغطاش، هنعمل ايه؟ هنفرح، هننام، هندافع. مؤكد انه كان بينقل لهم كملوا زي ما انتوا بنفس الضغط. وهذه تعليمات ما يقدرش لعيب يقولها من دماغه لوحده، لان دي تعليمات فنيه. اعمل ايه؟ فهنا ولكن علي معلول بمجرد مشاور للعيبه جم. هنا بقى دور الكابتن. حتى في لقطه خالد جاي من هناك اخر واحد جاي يجري الكرة دي وهي 1-0 وكانت لحظة علاج الكابتن كهربا لما سقط للعلاج. كل دي بتقول لك الفرحة بتاعت اللعيبة، الالتزام بتاع اللعيبة، ان احنا نتلم. اللمة دي في حد ذاتها بتقول احنا هنسمع الكلام وهنقف في ظهر بعض وننفذ اللي بيتقال لنا. بيتقال لهم من مين؟ من مين؟ من اللعيبه ومن منقوله من كابتن بيستمع اليه وثقه في انه بيقول الكلام المظبوط اللي جاي له. جاي له من مين؟ من كولر.